ثم لا شك أن الواجب على كل أحد أن ينتهي إلى ما علم وأن لا يزيد على ما علم، حيث انتهى علمه يعلم الناس. كثير من بلدان المسلمين بحاجة لمن يعلمهم الأصول، فمن عرف هذه الأصول عن أهل السنة وضبطها فإنه يعلم الناس. لكن ما يصبح شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني بعض طلاب العلم قد يأكل كتابا أو كتابين ثم بعد ذلك يذهب يدرس فينتفخ ويرد على العلماء الأكابر ويفتي في كل شيء ويتكلم بكل، لا شك أن هذا ضلال. ولكن المحسن هو الذي ينتهي إلى ما علم وينشر الخير والسنة، ولا يجوز لنا أن نقف عائقاً في وجه نشر الخير والسنة. وهذا هو الذي أدركنا عليه صنيع العلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعاملهم مع طلاب العلم. أما من عرف بجرح أو كان في علمه خلط أو كان مجهولاً من كل وجه، فمثل هذا لا ينبغي أخذ العلم عنه، والله أعلم.